مشاعره أحاسيسه مع حجاج بيت الله عندما يقفون بأرض عرفة ويعترفون إلى الله بتقصيرهم ويعترفون إلى الله بذنوبهم ويعترفون إلى الله في هذا اليوم العظيم. من وقف بيوم عرفة وظن بأن الله لم يغفر له فقد أساء الظن بالله. ها نحن في هذا اليوم العظيم، وما بال سيدنا الحسين يوم وقف بأرض عرفة. غريبا فريدا مطاردا وهو يتوجه الى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي ليس لقضائه ظرف ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع. في توحيد لله سبحانه وتعالى، في تسليم لله سبحانه وتعالى، هكذا عاش يوم عرفة. أن يعترف هذا الإنسان، أن يقر هذا الإنسان بذنوبه. ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. اللهم إنا نسألك عتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. هكذا أيها الإخوة والأخوات، اخذوا بمشاعركم إلى أرض الرحمة، اخذوا بأحاسيسكم إلى أرض الرحمة واعترفوا إلى الله. والحسين عندما وقف بأرض عرفة وهو يخاطب الله سبحانه وتعالى: أنت الذي أنعمت، أنت الذي أنعمت، وماذا أنا يا الله؟ أنا الذي أذهب، أنا الذي خلى، أنا الذي جهلت، أنا الذي أسألت. هذا اليوم وكلنا شوقا إلى أرض الرحمة، أرض البركة، أرض عرفة. الحج عرفة. هذا اليوم لنا أحبة في أرض الرحمة يرفعون أصواتهم بالدعاء. لنا أحبة، لنا أبناء في أرض عرفة يناجون الله في هذا اليوم. هم أصواتكم اليوم في أرض عرفة، هم دعواتكم اليوم في أرض عرفة، هم تسبيحاتكم اليوم في أرض عرفة. نسأل الله
أن يشركنا معهم في مناسكهم في أعمالهم ونحن نعيش هذا اليوم. ورمقوا بأطرافكم إلى الحسين. من لم يحج فعليه بزيارة الحسين. إن الله ينظر لزوار الحسين. ونستغفر الله سبحانه وتعالى أن نكون من زوار الحسين في هذا اليوم، فإن للحسين في كل موطن هكذا أيها الأحبة. هذا اليوم يوم إقرار ويوم اعتراف بين يدي الله سبحانه وتعالى.